بالعكس انا مثلا بشكل شخصي انا مريت بظروف ممكن المشاهدين ما كيعرفوهاش، كيشوفوا هذا الصداد الممثل الدارس كذا والناجح في القرايه والناجح في مثلا الان في التمثيل، ولكن راه خلفي كثير من الاخفاقات وكثير من الفشل عادي كاي انسان الإنسان. مغربي. فهمت هذه رساله بمناسبه نوجهها للشباب، بان نحدثكم على، يمكن نحدثكم على الفشل اللي عشت في حياتي والعقبات الكبيره اللي واجهت في حياتي، علمتني هي ايضا كيفاش نوقف وكيفاش نستمر اذا كانت عندك رغبه حقيقيه، ولا كنت ان فري ارتيست كما كتسمي البرنامج ديالك، لان يعني انك تكون فنان حقيقي راه ماشي غير سهل. تكون مشهور، راه كاين بزاف مشهورين دابا ولكن ماشي فنانه. هذا الفنان وضع اخر، بواحد لا سونسيبيليتي، بواحد الاحساس، بواحد الوعي، بواحد الحرقه فقط من اجل الفن. اما الشهره كتجي غير كتجي مع الوقت. شيء تلقائي من الحب ديال الميدان، واعتبار انك فنان راه كيكون عندك واحد الاحساس مختلف، واحد الانتماء لهذا الوطن، واحد المنظومه ككل. لان ما مكتفيش فقط انا بالتمثيل، يعني عندي واحد الرغبه في الكتابه وكنكتب كل شغله، يعني هذا الراي كاين اللي كيغير يجي يمثل، كيجي غير يمثل ويمشي بحاله، هذاك هو